ابوه مات قدام عينيه عشان حقن البنسلين ما عرفش يوفرها له، ابوه مات قدام عينيه عشان مريض بالالتهاب الرئوي، ابوه مات قدام عينيه عشان حقن عشان لقاح ما عرفش يوفرها له، موت ابوه اثر عليه 10 سنين، وبكده قرر يرسم لنفسه خطه انه يصبح من اعظم واكبر دكتور في مجال اللقاحات حول العالم عشان يترأس اكبر شركه ادويه في العالم لانتاج 500 مليار لقاح حول العالم من فيروس بيسيب رحم الام، فيروس بيسيب رحم الام ويسبب ورم وسرطان، وايضا انتاج ملايين من اللقاحات حول العالم للاطفال اللي بتسيبهم فيروس الروتا المميت ويمنع انتشار العدوى بين الاشخاص. هو مين ده؟ الدكتور العالم المصري الدكتور عادل محمود ابن طب القاهره ابن جامعه القاهره. الدكتور عادل محمود احد رواد علوم اللقاحات والامراض المعديه في العالم. دكتور عادل محمود اللي تعب وذاكر وسافر لاوروبا. دكتور عادل محمود انولد عام 1941 ومات من سنتين في 2018 في مستشفى جبل سينا بنزيف في المخ. دكتور عادل محمود اللي خد الدكتوراه للمره الثانيه في تاريخه من لندن عام 1968. دكتور عادل محمود اللي سافر الامم المتحده وبقى استاذ مساعد في الجامعه هناك. دكتور عادل محمود اللي اصبح رئيس قسم الطب واشادوا بيه طلابه وتلاميذه ودكتورة الجامعه. اما كان ذكي وعبقري جدا للغايه، يعني لانه كان بيتعامل مع مواقفه بحنكه وبذكاء. دكتور عادل محمود لما مات العالم كله اتاثر بيه، لان اي عالم بيجي وبيأثر مستحيل العالم ينساه. دكتور عادل محمود في 2013 لما فيروس التهاب السحايا انتشر في امريكا عمل صندوق وجمع المصلات والتطعيمات لامريكا واداها لاداره امريكا، كانت اداره اوباما في 2013. وبعدها بسنه لما فيروس ايبولا انتشر في غرب افريقيا عمل صندوق دولي ولف العالم كله عشان يجمع التطعيمات لافريقيا ويمنع انتشار العدوى. هم دول اللي احنا احتاجنا لهم في عز الازمه، في عز ازمه كورونا لما كان العالم كله عاجز مش عارف يعمل ايه. لا كان حكومات ولا فنانين ولا مشاهير ولا لعيبه كوره راح عارفين يعملوا حاجه الا العلماء، الا الاطباء. علم ابنك يكون دكتور ولا يكون مهندس، هم دول اللي نحتاجهم بجد في وقت الازمه. ربنا والرسول وصانا بالعلم والعلماء. دكتور عادل محمود كان منهم وكان لازم نذكره ونشكره. الله يرحمه. وبكده تكون خلصت قصتنا النهارده، والى اللقاء في قصه جديده. طب واذا عجبكم الفيديو تابعوني بلايك وشير وسبسكرايب. هسيب لكم لينكات صفحاته وقناتي تحت، والسلام عليكم.